ما خصوش يفرح مرسو، مرسو بالاخص كان معاها وليدات وداك الشيء، واخا ما يكونوش وليدات تكون عام عشره معاه. يعني ديك الانسانه اللي كنتي تفرح ليها تموت تفارق معاها. فتيحه عرست لهما مدينه كازا، تلقفت الحمد لله، انا عجباني وكبرت بها وليداتي وعاونت بها الزوج ديالي الله يرحمه، والحمد لله انا بخير وعلى خير. انا الحمد لله كنت ربت بيت، وواحد السيده صديقتي حدايا كانت كتسكن، هي كانت مكافه ومشيت عندها، مشيت عندها. انا كنت كندير داكشي ديال الحلاقه والخياطه وداكشي، مشيت عندها وخدمت، خدمت وعجبني الحال وبقيت خدامه معاها. خدمت معاها تقريبا 24 سنه خدامه معاها. انا نكذب عليك، عمري ما كنت فكرت ندير بروجي ديالي، ولكن تلقيت شي ظروف وتوفى لي الزوج ديالي وما بقيتش قادره نخرج. كان الزوج ديالي الله يرحمه، كنت كنسافر كنخدم، ما كنتش كيجيني التخوف وما كانت كتجيني حتى شي حاجه. توفى الزوج ديالي صافي، جلست الارض ما بقيتش قدرت نتحرك. ولادي ساعدوني، ولدي وبنتي هند قالوا لي ماما ما تجلسيش، ديري الخدمه ديالك وديري المحل ديالك. وخديت المحل ديالي ودرت تنقف ديالي الحمد لله. كنت خدامه في سلا، جيت لكازا حيت اصلا انا بنت كازا وتزوجت تما 24 سنه، وجيت بحالي لكازا. ما كنتش، واخا تزوجت تما وداك الشيء ما ارتحيت، رجعت لبلادي اصلا بلاد فاش كبرت، والاصل ديالي جيت درت بروجي فيه. هي الخدمه ما بين سلا وكازا، كتبان لي سلا ورباط حسن من الخدمه ديال كازا، من ناحيه الاثمنه، من ناحيه الكليان، من ناحيه بزاف ديال الحوايج. الناس هنا، الناس هنا كاينين شي ناس اللي بخير عليهم، ولكن انا بحكم ديال الخدمه ديالي انا تما كيعجبني حسن من هنا. غير انا هنا قربت حدا والديا وحده احدى عائلتي، اللي الحمد لله خدامه دابا، خدامه مزيان. واخا البدايه كتكون صعيبه شويه، ولكن الحمد لله تغلبت على كل شيء. هذا العام شويه، هذا العام ماشي بحال الاعوام الاخرين. مورا كوفيد هنايا الخدمه ماشي ناقصه. شحال كنتي كتكلي من عرس تقريبا؟ ما نقدرش نحسب لك شحال، ولكن يعني الخدمه ما بقاتش كي كانت. الخدمه ما بقاتش، نقص فيها مثلا بحال اللي بغى يدير عرس كبير، الغلا بزاف، الغلا ديال الماكله ديال الديسير ديال هادي، الغلا بزاف. الناس ما بقاتش، الا كانت اللي بغى يدير عرس في قاعه تيفضل يديروها في داره. دابا انت ما كتعانيش؟ كنعاني. انت فكرتي دير البروجي ديالك، واش من جيت هذا الوقت ديال المعاناه ما ندمتيش انك ما ندمتش عليه، حيت انا كنبغيه، ما ندمتش عليه حيت انا كنبغيه وغادا معاه مزيان. شي مرات كتزيدي من جيبك؟ ضروري ديما زيد من جيبك، ديما زيد من جيبك، ديما رابح خاسر، ولكن الحمد لله انا غادا بخير وعلى خير. ولكن ما تيبقاش في الحال، لا ما كيبقاش فيه الحال الزيت، علاش؟ حيت كنخسر وكندخل، يعني مرة لك ومرة مرة عليك. لك ومرة عليك، كنخسر وكندخل. العماريات غاليين، 4 المليون، 3 المليون، التكاش ديال الله كتخيطهم ما كدوش واحد شهرين 3 شهور كيخرج موديل اخر. خاصك ديما مع الجديد، الا ما خدمتيش الجديد ما خاتخدمش. هادشي كيزيدكم في المصاريف؟ كيزيدنا في المصاريف ضروري. وانتم هادشي اللي كتقولوا للكليان في المصروف، الكليان تيقدر انه يقبل الثمن اللي كتفاوضوا معاه به؟ الكليان على حسب، كاين اللي عنده حتى هو تيقبل به، وكاين مسكين اللي ما عندوش راه كيشوفو كيزيد، وكاين شي حد شي عائلات اللي كضطر حتى كتخدم لي بواحد الثمن قليل، يعني كيبقاو فيك بنادم باغي واحد الحاجه ما وصلش لها. بحال كتعاوني معاه؟ بحال كتعاون معاه، تيجي واحد كيخلص على واحد، تيجي واحد عنده راه كيقدر ماشي مشكل يخلص، وكاين واحد ما عندوش راه كتحس بيه، انت كتحس بيه ان ديك الحجره باغيها ما قادرش يوصل لها.
اما وقع عليك شي موقف مثلا كنت مع شي عائله في الثمن وشيتي حرصوك ولا هربوا عليك ولا؟ الحمد لله عمر شي واحد ما هرب عليا، ولكن كان طايح شي حد بحال شي واحد خدمت له داك الشيء وقال لك نسيت الفلوس في الدار. لا قال لك نسيت، كيقلب جيبو كيقلب هنا كيقلب هنا، طاحوا ليا. قلت له مكانش كيطيح ودي عليك. طاحوا لك، راه خصك، راه الناس خصهم يتخلصوا، راه ماشي، راه كاينين دراري خدامين خصهم يتخلصوا، كاينين عيالات خدامين خصهم يتخلصوا، كاين هادي. وكنبقاو مع الانسان، كنبقاو نديرو معاه تسهيلات حتى هو كيحشم وكيجيب فلوس. كنت عرسة كبار، كنت عرسة طنجة خيالي 24 مليون. شنو اللي في خيالي وما فيش في عائلة الفرن؟ حنت كتشوف، كتهز عينك كتشوف البيفي انواع الماكله كاينه فيه، جوق يعني شي حاجه كبيره، كتشوف يعني كاين الفلوس، خارج الفلوس. كتشوف شي واحد اخر مسكين ما عندوش، ما قدرش يوصل حتى الربع ديال هذاك. 27 مليون متر. 24 مليون. عمرك تحصل في موقف مثلا العريس هرب، العروس هرب على العروسة العروسة ولا العكس؟ ولا العكس؟ كاين تي كاين تي عرس عروسة ما جاش العريس ديالها، حقها تعطل، حقها مشى هنا دار هنا مشى هنا، هو غنصب عليها. يعني وقعت في النص. وقعت في النصب. تمن 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 لي باك ديالها، قال لي نمشي نشري لك عليهم، عطاتو الخاتم ديالي باش يشري عليه، وما جاش والدور قدام، ما جاش. منسق مع العائلة، منسق مع الجوق، مع المكافأة، مع كل شيء، تقريبا هذا ماشي عرس كبير، وانما غير عرس في الدار. ولكن منسق مع هذا منسق الشيء. مع العائله، انا جاي عندكم، جاي نخطب بنتكم، هادي كذا كذا كذا، الناس موجودين عارضين، ما جاش. انت حضرتي الان؟ هذا العرس هذا تقريبا ديال الناس الجيران ديالي اللي وقع عليهم المشكل، ما كنتش خدام فيه. هذه اللحظة كيفاش كتعامل مثلا من الجافة لو طاحت في هذا الموقف؟ كيفاش كتحاولي أنك ما عندك ما غادي دير، غادي تصبر العروسه توري عقلها وتقول لي هادشي قسم الله، هادشي مكتاب ما عندك ما دير. ولكن تبكي وتكوني فاشلة ما داكش تخلص، ولكن ضروري خصك تخلص. ضروري انت غتخسر. تمثلين بأن شي عريس معروفة خاصمو على تكشيطة ديال شي عقل. عادي لبسه ديال الشلحه، قال لي تلبسي الشلحه، قالت له لا ما لبسش الشلحه. عاودي لنا السيناريو كيف كان. سيناريو سالي العرس، كلشي العرس داز زوين، غزال داز العرس حتى الاخر. غتلبس الشلحه؟ قال لي لا، هو قال لي بغا الشلحه، هو شلح. قالت لي لا ما غنلبسهاش. قالت له علاش؟ ما بقاش موضه. قال لي انا بغيت ندير الاصل ديالي. قالت لي ما غاداش نلبسها. قال لي قالت لي ما كنتش كتلبسها غنخليك. خلاها مشى بحاله، خلاها وصلت. خلاها في العرس ديالها، هز طوموبيلته وعائلته ومشاو. موقف محرج. محرج بزاف. كيفاش كتعاملوا انتم قبل المحاضرة؟ انت كيف عرفت كيفاش تعاملتي في هذيك كيفاش اللحظة؟ عملت؟ راه صافي كتلقى ديك الساعة حتى واحد ما عنده الخاطر، لا للناس اللي مشاو ولا للناس اللي بقاو. بزاف بزاف عريصة دابا تيجوا عندي وتعيطوا ليا وكيشكروني، ولاو العائلة ديالي، ولاو صحاباتي، ولاو العائلة ديالي. انت قديمة في الميدان، ما كنتي شي نهار مثلا انك تديري الضيافه وفي نفس الوقت تزوجي الناس تبادل شابات شي طريقه ديال المعارف ديالك، لان انت كتفرغي لك على كتير ديالك. لا انت الاهم ديالك هو الفرحه، فرحي عباد الله رغم لا الهم المادي. انا ماشي، ما عادي ما نفكرش فيه، وما ماشي ماشي ما ديالك. ماشي ديالي، ما نعرفش. لا ما نقدرش ما نقدرش، انا تف ولادي، تف ولادي اللي بغى شي عروسه الله يسهل عليه، وبنتي هي اللي بغات عريسه الله يسهل عليهم. يعني تبارك الله، وليدي تزوج وبوليداتو، وبنتي تزوجات وبوليدات، الحمد لله. بقى معايا واحد الشاب صغير حتى هو الله يسخر ليه، وما كنجوجهم مش انا، يجوجوا راسهم، ما مسؤولية. تحملش مسؤولية، ونشوفهم بخير وعلى خير. الناس اللي كيتزوجوا كنقول لهم ديما المفاهمة هي كل شيء، الا ما كانش المفاهمة ما كاين والو. المفاهمة عاد الزواج، المفاهمة والثقة تكون على اصل، عاد يكون الزواج، وعاد يكون الصبر. والصبر لما صبروش ما يديروا والو، ما يزيدوش قدام. كان واحد الفيديو
نشر مؤخرا على واحد الراجل بانه كان متزوج بواحد المراه اللي ما فيش فرح ليها على قبل هذه المفاهمه لانه ما كانش فاهمها. شنو رايك انت؟ رأيي ديالي انا يعني يعني فرح المرسومات ومات. ما خصوش فرح مرسوم مرسوم بالاخص كان معاها وليدات وداك الشيء، وخا ما يكونوش وليدات تكون عام عاشره معاه. يعني الانسان الا كنتي تفرح ليها تموت تفارق معاها، الا كنتي تفرح ليها باش تموت هي باش تتمنى منها انت، احسن ما تفرحش ليها تموت وتفارق معاها في الحياه، ماشي تموت وعاد تفرح لها. لا، خصو يكون تفاهم من الاول خصو يكون باش ما تموتش. تفاهم من الاول، ما كنتيش متفاهم معاها تفارق معاها. وكاينين بزاف الناس اللي بحال هكا وعايشين، ولكن الله يصيب. شو في نظرك انت عن الميدان؟ شو الاسباب اللي كتخلي الميدان انه يتزوج على عرس الدار ديال الفلوس ويخاف الطاقة؟ واش كنقول لك انا؟ هذوك بحال هذوك خصهمش كاع يتزوجوا، اللي غادي يخسروا الفلوس ويتفارقوا ويخسروا رزقهم خصهمش كاع يتزوجوا. علاش غنخسر راسي الا كنت غادي نتزوج ونجمع الناس وعاود انا تفارقت؟ ما عندها معنى. هذا سمعنا وشنو الرسالة ديالك؟ الرساله ديالي. كنقول للشباب الله يرضي عليهم، اللي تزوج يصبر، لا الشباب ولا البنيات، اللي بغى يتزوج ولا اللي بغى يتزوج، الصبر والمفاهمه هي كل شيء. الا ما كانش المفاهمه راه ما كاين والو. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.